الله يعطيكم العافية، معكم كابتن عمر، واليوم بدي أحكي عن تمرين الأبرايت رو. هذا التمرين يستهدف الكتف الخلفي زائد الترابيس، ولكن حسب خبرتي في الأندية الرياضية بشوف أنه كثير من اللاعبين بيعانوا من مشاكل في الرسغ بسبب بعض التمارين من ضمنهم الأبرايت رو. ليش؟ طبعاً بنعرف أنه من أهم الأسباب في المشاكل وإصابات الرسغ هي تمرين البنش بريس أو تمرين الشولدر بريس، لما اللاعب بمسك البار بهذا الشكل وبصير الضغط من هون على الرسغ بدل ما يخلي الإيد على استقامة. ولكن بالنسبة للأبرايت رو بنعمل في أكثر من شكل، ممكن تعمله على الكيبل أو على البار المتعرج أو على الدمبل أو بالبار المستقيم أو الطويل الكبير اللي هو المعروف. خلني أفرجيكم مثلاً في استخدام الدمبلز. نطلع بهذا الشكل، لاحظوا أنه الدمبل قريب من جسمي. هل هذا بيعني أنه بقدرش أعملها واسع؟ لا بقدر عادي. ها أهم إشي نعرفه أنه لما بتطلع شوفوا الرسغ على استقامة مع اليد، ما بعمل هيك. هاي الحركة هي اللي بتدمر المفصل تبع الرسغ. نرجع مرة ثانية، حتى ممكن تعمله متلاصق أو قريب من بعضه بهذا الشكل، وهذا اللي أنا بفضله هذا الشكل. شوفوا الكوع أو المرفق دائما للأعلى، والليمت اللي بنوصله هو الليمت تبع مفصل الكتف. يعني أنت مو مضطر أنك توصل الدمبل إلى الوجه، مو مضطر إلا إذا أنت الموبيليتي أو مرونة الكتف والمفاصل عندك تسمح لك. يعني ها إذا أنا هذا الشكل، شوفوا إلى الآن ما اضطرت أني أنا أثني مفصل تبع الرسغ، ولكن لو أنا عملت بهذا الشكل هون أنا دمرت مفصل الرسغ. من أكثر الأشكال المريحة لعمل هذا التمرين هو باستخدام البار المتعرج، لأنه التعريجة هاي اللي فيه بتسمح لنا يعني أنه نعمله بشكل أريح بالنسبة للمفاصل تبعتنا. نبدأ في الواسع مثلا بهذا الشكل، هذا الحد. شوفوا هاي من غير ما اني انا اعمل هاي الحركه. ليش؟ لانه احنا هدف عندنا نستهدف الكتف الخلفي. طلع معي خلص، هذا هو الحد تبع الكتف الخلفي. انا لما بطلع زي هيك اذا مرونتي بتسمح لي فهذا الاشي محبذ، اذا مرونتك ما بتسمح لك فلا تاذي مفصل الرسغ عشان انت توصل بهاي الحركه بهذا الشكل. شوفوا معي لما طلعت لهوش وصار مفصل، حتى اضطريت اني اشيل هذا الاصبع. وفي ناس بيعملوه بتضيق هذا الشكل، طبعا هيك راح يضرب معانا ترابيس اكثر. شوفوا هذا الشكل مرتاح للمفصل، ها المفصل ما تأثر ابدا. لاحظوا معي اخر شكل عندنا اللي هو البار. انا بحب هاي الطريقه. ليش البار؟ عشان بيسمح لي اني افتح ايدي اكثر، لان ما بحب العبه وايدي ضيقه، عشان انا بحب او بحاول دائما استهدف الكتف الخلفي اكثر من الترابيس. فلما بطلع بهمني انه المفصل، شوفوا مفصل المرفق يكون 90 زاويه 90، ف بشد على الجلوتس شوي، بقدم شوي للامام، بس لازم البار يكون قريب من الجسم عشان ما احد بظهري. هذا هو الحد تبعي. شوفوا مفصل الرسغ تمام كل مفصل، ولاحظوا معي كيف حنستهدف الكتف الخلفي والوزن قريب من الجسم. هذا هو الحد، حد المرفق مع حد الكتف الخلفي مع السماحية اللي بيعطيني إياها مفصل الرسغ من غير ما أني أعمل هاي الحركة. أتمنى أن تكون وصلتكم الفكرة وتكون استفدتم هذا الفيديو. كان معكم كابتن عمر، نشوفكم إن شاء الله فيديوهات ثانية. شكرا لمتابعتكم.